يجي الآن نحل أمثلة على القوانين يلي تعرفنا عليهم أو لخصناهم من درس كمية الحرارة. بداية مثال 6-4، ما السعة الحرارية لقطعة حديد؟ طلب عندي حاسين مجهولة. لقطعة حديد كتلتها 5 كيلوغرام، يعني أعطاني الكتلة 5 كيلوغرام. ونلاحظ إنه الكتلة أنا بقيسها بالكيلوغرام، يعني ما بدها تحويل. الحرارة النوعية، أعطاني الحرارة النوعية لقطعة الحديد أو للحديد، كانت ح نون بتساوي 450 جول على كيلوغرام في سلسيوس. طيب عندي أنا قانونين للسعة الحرارية، عندي قانونين للسعة الحرارية، خلينا نكتبهم ونشوف مين بدنا نستعمل. عندي أول إشي السعة الحرارية تساوي عندي كتلة الجسم ضرب الحرارة النوعية. القانون الثاني، هذا القانون الأول، القانون الثاني كان عبارة عن كمية الحرارة بتساوي السعة الحرارية ضرب التغير في درجة الحرارة. دلتا دال ودال هي عبارة عن درجة الحرارة النهائية ناقص درجة الحرارة البدائية. نيجي هون القانون نبلش بالقانون الثاني. القانون الثاني عندي كمية الحرارة ما أعطاني إياها بالسؤال ولا التغير في درجة الحرارة، إذن نستعمل القانون الأول. القانون الأول اللي هو السعة الحرارية تساوي الكتلة ضرب الحرارة النوعية. الكتلة أعطاني إياها، مقدار الكتلة كان 5 كيلوغرام، ضرب الحرارة النوعية أعطاني إياها 450 جول على كيلوغرام في سلسيوس. تطلع عندي 5 ضرب 450 2250 اللي هي جول على سلسيوس. هاي هي الحرارة السعة الحرارية. طيب نيجي للمثال الثاني. المثال الثاني بحكي لي عندي قطعة ذهبية كتلتها 80 جرام. قطعة ذهبية كتلتها 80 جرام، يعني أعطاني الكتلة كانت عبارة عن 80 جرام. ونلاحظ هون إنه أعطاني إياها بالجرام، إذن الوحدة بحاجة إلى التحويل، بدي أحولها لكيلوغرام. تحويل من جرام لكيلوغرام، بقسم الرقم على 1000، بقسمه على 1000. طيب نكمل هون. درجة حرارتها 25 سلسيوس، أعطاني درجة حرارتها البدائية، يعني بدأت لما بدأنا كانت قطعة الذهب درجة حرارتها دال 1 25 سلسيوس. طيب زودت بكمية حرارة مقدارها 208 جول، يعني أعطاني كمية الحرارة كانت عبارة عن 208 جول. طيب إذا علمت أن الحرارة النوعية للذهب 130 جول على كيلوغرام في سلسيوس، أعطاني الحرارة النوعية للذهب. طلب عندي أول إشي السعة الحرارية للقطعة ودرجة الحرارة التي ستصل إليها قطعة الذهب، يعني درجة حرارتها النهائية. يعني طلب عندي أول إشي السعة الحرارية، طلب عندي درجة الحرارة النهائية. طيب بداية السعة الحرارية، حكينا إنه السعة الحرارية لها قانونين، نكتب القانونين ونشوف أي واحد رح نستعمل. السعة الحرارية عندي
الكتلة ضرب الحرارة النوعية. والقانون الثاني بيحكي لي كمية الحرارة بساوي لي السعة الحرارية ضرب تغير في درجة الحرارة دلتا دال 2 ناقص دال 1. القانون الثاني بنلاحظ انه درجة الحرارة النهائية ما معيها مجهولة فما بزبط استعمل، بروح للقانون الاول. القانون الاول اللي هو السعة الحرارية بتساوي للكتلة ضرب الحرارة النوعية. طبعا الكتلة لما اجي انا احولها من جرام لكيلو جرام بقسمها على 1000، يعني تطلع عندي هون 80 تقسيم 1000 بختصر 0 مع 0 فهي 8% كيلو جرام، هاي الكتلة. اذا الكتلة هون اصبحت عندي بتساوي لي 8% كيلو جرام. طيب الان نيجي بنعوض 8، نيجي بنعوض هون 8% ضرب الحرارة النوعية للذهب كانت عندي 130 بتساوي 10.4 جول على سيليسيوس. تمام، عندي المطلوب الثاني طلب مني درجة الحرارة النهائية. درجة الحرارة النهائية حكينا المقصود فيها دال 2، بده دال 2. طيب دال 2 في عندي القانونين، طبعا بيزبط اعوض فيهم القانونين بيزبط اني اشتغل عليهم بيطلع معي الرقم صحيح. نيجي درجة الحرارة النهائية 2 طلب دال 2 كانت عندي مجهولة، باجي بحكي كمية الحرارة بتساوي السعة الحرارية ضرب التغير في درجة الحرارة دلتا دال اللي هو عبارة عن دال 2 ناقص دال 1. طيب كمية الحرارة أعطاني إياها كانت عبارة عن 208 والسعة الحرارية أوجدتها من المطلوب الأول كانت طلعت معي 10.4 ضرب دلتا دال، دلتا دال هي عبارة عن دال 2 ناقص دال 1، يعني دال 2 مجهولة، دال 1 أعطاني إياها بالسؤال 25، 25 سيليسيوس. تمام، طيب باجي بتخلص من 10.4 بقسم طرفين 10.4 10.4 بختصرها صارت عندي دال 2 ناقص 25 بتساوي 208 على 10.4. طيب الان بدي اوجد دال 2، اذا بجمع للطرفين زائد 25 زائد 25 بختصر 25 مع 25 بتطلع عندي دال 2 بتساوي 20 سيليسيوس زائد 25. طيب الآن اللي هي هاي 208 تقسيم 10.4 كانت عندي 20 سيليسيوس، وعندي الدال 1 لما نقلتها للطرف الآخر كانت 25 سيليسيوس، فدرجة الحرارة النهائية كانت عبارة عن 45 سيليسيوس.